حقيقة مصرع محمد الحوثي ووزير الدفاع محمد العاطفي في صنعاء. أفادت مصادر محلية في صنعاء عن مصرع وزير الدفاع في حكومة الحوثي محمد العاطفي وعضو المكتب السياسي الأعلى محمد علي الحوثي بغارة جوية أمريكية استهدفت معسكر الصيانة بصنعاء. وأفاد موقع كود كود العبري بأن هدف الهجوم في اليمن هو القضاء على زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي وقيادات الجماعة وفق تقارير أولية غير مؤكدة. وذكرت قناة المسيرة أن الضربات نفذتها قوات أميركية وبريطانية، لكن مصدراً بالحكومة البريطانية بحسب ما نقلت رويترز قال إن بلاده لم تشارك في هذا الهجوم. وتشن قوات الحوثي الموالية لإيران هجمات على حركة الشحن الدولية بالقرب من اليمن منذ تشرين الثاني نوفمبر تضامناً مع الفلسطينيين في الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس. وأثارت هجمات جماعة الحوثي ضربات انتقامية من الولايات المتحدة وبريطانيا وعطلت حركة التجارة العالمية، مما دفع شركات مالكة للسفن لتغيير مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس والإبحار عبر طريق أطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا. وبحسب الإعلام العبري نقلا عن قنوات حوثية، تم شن أكثر من 10 غارات من قبل العدوان الأمريكي البريطاني على صنعاء والحديدة. فضلاً وليس أمراً، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.